ثاني ومركزين البؤبؤ على الاوتو كيو لانه القرارات مكتوبه والكلمه مش مرتجله. اذا مبروك لاصحاب السترات الصفراء، الماتش خلص انه بدل ما في يناير 2019 كانت هتطبق عليهم ضرائب البنزين والحاجات دي، انتهت القصه الان على واحد الغاء الضرائب. مش بس كده، ده زياده الحد الادنى للمرتبات في القطاع الخاص والحكومه، وقال اطالب اصحاب الشركات انهم يرفعوا. مش بس كده، ده الزياده دي غير خاضعه للضرائب. شوف الحلاوه، شوف اذا الشعب يوما اراد الحياه بتاعت ابو القاسم الشاب الجميل بتتطبق في فرنسا. شوف شوف الناس. حد هيقول لي على طريقه معلق الكوره، هل ده يعني ممكن يكون ماكرون عشان شخصيته ضعيفه عمل كده؟ هقول له للحد ده اللي هو اكيد نايم على ودانه ان شارلي دي جول الزعيم الاسطوري لفرنسا عمل كده ونص. ده بالعكس، ده مشي مظاهرات 68 مشيته كله على بعضه. انت كنت جنرال في الحرب، وقفنا وراك، وكنت بتؤمر وتنهي، وكونت حكومه بره، ورجعت وعملت مقاومه وحاربت. بس انت لما تيجي تلعب سياسه بقى تسمع كلامنا احنا، مش عاجبك روح. فالراجل روح. الحقيقه فرنسا، الشعب الفرنسي هو الشعب اللي علم العالم الثورات دي، مش جديده يعني. صحيح انجلترا قامت فيها الثورات، لكن الشعب الفرنسي شعب علم الدنيا كلها يعني ايه ثوره. وعايز اقول لحضراتكم ان الفرنسيين دول جبارين، جبارين على راي محرم فؤاد، فعلا جبارين بجد. هو محرم فؤاد قالها غدارين، بس احنا نقول على الشعب الفرنسي جبارين، وتمشي برضه غدارين يعني. هقول لك ليه؟ لان نابليون بجلاله قدره اللي فتح العالم كله ده، كان ماشي زي الالف على الاخاء والمساواه والحاجات دي اللي هو الشعار الفرنسي. وكان بص يجي المصريين يعذبهم، راح اسبانيا بهدل الاسبان، بهدلهم ماشي. بس جوه فرنسا كان قطه سيامي، قطه سيامي، قطه سيامي. هو كان قطه سيامي في حتتين، قدام عشيقته وقدام الشعب الفرنسي. ما يعرفش تحبقه خالص هذا الغازي الجبار اللي فتح العالم وعمل امبراطوريه. الراجل ده قدام الفرنسيين يحترمه الانسان، بس بره لا. عشان كده انا ما اقول للناس ان ماكرون مش ضعيف ولا حاجه، وان كان يبدو على شكله كده، لكن الحقيقه ان ماكرون فعل اخر يعني الحقيقه يعني تمسك بطوق النجاه اللي ممكن ما بقولش ده حقيقي ممكن ينقذه، لانه اللي قبله شارل دي جول طار في لمح البصر.